لا العزاء الطلاب بدون الحاسبات والتكنولوجيا لو عملت في العلوم بنتابع مع بعض مادة العملية. عندنا نماذج التخصيص أو نماذج التحميل، ومشكلة نماذج التحميل معناها لو عندي 4 ماكينات وعندي 4 حاجات عايز أعملها، أو المفروض إن أنا أخلص لكل ماكينة وظيفة معينة بحيث إن ما يحصلش تعارض ما بين الماكينات وبعضها، أو أحدد عامل معين لإجراء وظيفة معينة بشرط إن أنا أخفض التكلفة. خطوات حل مشكلة التخصيص: بحدد أصغر تكلفة في كل صف وترحم من جميع قيم هذا الصف وذلك الجماس. يتم تحديد أصغر رقم في كل عمود من أعمدة الجدول الناتج من الخطوة رقم 1 وطرح هذا الرقم من كل عمود. بحط خط سواء كان رأسي أو أفقي على كل صف أو كل عمود يحتوي على أصفار، ونبدأ بالصف أو العمود اللي بيحتوي على أكبر عمود. خطوة تالية: إذا كان عدد الخطوط التي تغطي الأصفار سواء رأسية أو أفقية يساوي عدد المصادر أو عدد الغايات فيكون توصلنا إلى الحل الأمثل، هو تحديد كل هدف لكل غاية بشرط أن تقاطع صف أو العمود مع هدف الغاية يساوي 0 في الجدول. إذا كان عدد الخطوط أصغر من عدد الأهداف أو الغايات فهذا يعني عدم الوصول إلى الحل الأمثل. يتم فحص جميع القيم الموجودة في الجدول الأخير ولا يمر عليها خط، ونحدد أصغر هذه القيم ويتم طرح هذه القيم من جميع عناصر الجدول سواء كانت مقطعة أو غير مقطعة بخط، ثم يتم إضافة هذا الرقم إلى أعمدة وصفه للجدول المغطى، ويلاحظ أنه إذا وجد أحد العناصر المغطى في القيم الرئيسية فهذا يعني إضافة هذا العنصر إلى مرتين، مرة مع صف ومرة مع عمود. نشوف الكلام ده. شركة لديها 4 مصانع A1 A2 A3 A4، المصانع بتتحط على الصفوف، وعندها 4 مخازن S1 S2 S3 S4 هتتحط على العمود. عايز أنقل البضائع من المصانع وأوديها للمخازن أخصص مخزن لكل مصنع بشرط إن أنا هتحمل أقل تكلفة. الجدول ده بيديني تكلفة التخزين بتاع من A1، لو خزنت A1 إنتاج المصنع الأولاني في المخزن الأولاني كلفني 10، لو خزنته في المخزن الثاني كلفني 33، خزنته في المخزن الثالث يكلفني 41 وهكذا. الكلام ده هيتم ازاي؟ هنبدأ الحل بتحديد أصغر تكلفة في كل صف. الصف الأولاني 10 33 41 20 أصغرهم 10. الصف اللي بعده 24 17 50 60 أصغرهم 17. الصف الثالث 29 32 62 29 أصغرهم 29. الصف الأخير أصغره 22. هطرح أصغر تكلفة من كل صف، يبقى الصف الأولاني 10 ناقص 10 33 ناقص 10 41 ناقص 10 20 ناقص 10. الصف اللي بعد 24 ناقص 17 17 ناقص 17 50 ناقص 17 60 ناقص 17. الصف اللي بعد 29 ناقص 29 32 ناقص 29 62 ناقص 29 29 ناقص 29. الصف الأخير 22 ناقص 22 27 ناقص 22 39 ناقص 22 37 ناقص 22. هحصل على الجدول اللي أنت شايفه ده. طبعا تكرار العنصر هيديني الخلايا إيه؟ أصفر، عدد 0 2 3 4 5. الخطوة اللي بعديها أحدد أصغر رقم في كل عمود. الجدول اللي هو ناتج طرح أصغر رقم من كل صف. أصغر رقم في العمود الأولاني كان 0، أصغر رقم في العمود الثاني 0، أصغر رقم في العمود الثالث 17، أصغر رقم في العمود الرابع 0. هطرح أصغر رقم من كل عمود من جميع قيم العمود، يبقى أصغر رقم كان هنا في العمود الأولاني 0، العمود كل قيم العمود 0 مش هتتغير. العمود الثاني كان 17 هطرحه، العمود اللي بعديه، العمود اللي بعديه عشان أجيب الجدول ده. اللي هي بتاعت المصنع ده، الصفر ده، التخزين بتاعه 10، الصفر ده، الصفر ده، الصفر ده، كده ده في التخزين أو تخصيص مشكلة ممكن. نسيب المثال دوت ليه؟ اللي يهمني في الجزء ده المسألة دي هنلاقيها بالإكسل، خطوات الإكسل معاك، حاول تتابعها وتشوفها هتتعمل إزاي.